جيت النهارده علشان اطلب منك انك تتجوزيني. بس يظهر ان انا معاكي ببقى دايما خطوه متاخر. الاول مراد ودلوقتي مش عايزاني اقرب منك. يا مختار افهمني، الموضوع مش فيك انت، لا انت ولا غيرك. ده انا اول مره احس ان انا ينفع اقول لا، واديني بقولها. وانا موافق. موافق على ايه؟ اكون تحت امرك لغايه لما تغيري رايك. ولو ما غيرتش رايي هتغيريه.